والآن أدعو السيدة جيراردين موكوشيمانا نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد والشريك الرئيسي لتنفيذ محور الغذاء أدعوها لإلقاء كلمتها. Allow me to welcome the Vice President of IFAD, Mrs. Jiraardine Mukushimana, for her speech. Your Excellency the Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen. السيدات والسادة، أود أن أتوجه بالشكر إلى حكومة مصر على دعوتها لصندوق الدولي للتنمية الزراعية وعلى كونها شركة أساسية في محور الطاقة والمياه والغذاء. نوافي، نحن مسرورون على انخراطنا في هذه المشروعات التي لها أثر عظيم على منظومات الغذاء وعلى حياة المجتمعات. من مشروع نوافي يعتمد مقاربة شاملة من أجل التعاطي مع التحديات المتداخلة بين الطاقة والغذاء والمياه، وهنا يجمع البرنامج حلول للمياه والطاقة كي يشكل إطارا من أجل تحقيق التنمية المستدامة. إن إيفاد لفخورة لكونها شريكة في برنامج نوافي ومع الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية. نحن نصمم مشروعات من أجل الدفع قدما بركيزة الغذاء، أحدها تلك المتعلقة بإدارة أنظمة المياه والصمود الزراعي. هذه المشروعات التحولية تحدث ثورة في وادي النيل عبر الاستفادة الأفضل والفعالة من المياه ونقل هذه المياه إلى أعالي مصر، وكذلك نعزز من الإنتاجية والربحية، ووصلنا إلى أكثر من 60,000 شخص، 60 منهم من النساء. ونتيجة لهذا التعاون تعمل إيفاد عن كثب مع شركاء الآخرين من أجل تطوير مشروعات 5 أخرى والتي تعمل على تعزيز قدرة التكيف والصمود. معا سوف نحمي سبل عيش الفقراء ونعزز من الأمن الغذائي. إيفاد ملتزمة بالتنفيذ الناجح لركيزة الغذاء تحت مظلة نوافي، ونسعى لرؤية ثمار ملموسة لهذا التعاون. أتطلع لمستقبل تتمتع في أنظمة الغذاء بالصمود وحيث تنعم المجتمعات ببيئة أفضل. شكرا على التزامكم المشترك نحو مستقبل لا يتخلف فيه أحد عن الركب.